خبر كاذب وشائعات يبت فيها ضعاف النفوس والناس اللي عندها مصالح شخصية من وراء الأخبار هذه. أخبار كاذبة، شائعات أم هي الحقيقة؟ أخبار تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابات بفقدان البصر تعرض لها مرضى مستشفى العيون طرابلس بسبب أدوية منتهية الصلاحية. حقن تسببت بفقدان بصر ما يزيد عن 10 من المرضى، تقابلها تأكيدات بأن الأدوية المستعملة سليمة. بيتمنين رد على الشائعات المنتشرة في صفحات التواصل الاجتماعي اللي تقول أن المستشفى فيه أدوية فاسدة وملوثة ومنتهية الصلاحية في حالات أصيبت بالعمى. طبعاً هذا عبارة عن خبر كاذب وشائعات يبت فيها ضعاف النفوس والناس اللي عندها مصالح شخصية من وراء الأخبار هذه. احنا طبعاً الأدوية كلها تخزن في المخازن الخاصة بالمستشفى، وفي منها مخازن في رؤساء أقسام يتبعوا في التخزين وتاريخ الصلاحية، وعندنا يعني فريق متكامل يتبع في الأمور هذه، وعندنا جهات رقابية موجودة في المستشفى، والأهم من هذا كله عندنا رقابة قوية اسمها الضمير. احنا نعامله في عين المريض كأنه عيننا، احنا نقدمه له في أفضل خدمة طبية وأحسن أدوية. في حالات احنا طبعا نجروا عملية حقن مادة الأفاستن اللي هي دواء يعالج الحالات اللي هم عندهم احتلال الشبكية السكرية وعندهم مضاعفات مرض السكر في شبكية العين نتيجة لسكر الموجود في جسم لفترة طويلة، والحقنة هذه نضرب فيها كل يوم خميس بقائمة يجهزها وحدة الشبكية بالمستشفى، وحنا نضرب حوالي من 55 ل 60 حقنة كل يوم خميس من كل أسبوع. فالحالات الخميس اللي فات اللي هو صارت فيه موضوع الحساسية هذا جو 14 حالة لقسم الإسعاف والطوارئ وتم إيواءهم، لأن إحنا ذاك الوقت ما نعرفوش إن التشخيص يعني بالضبط. إحنا شفنا إن في نوع من أنواع الالتهاب، فرقدنا الحالات ودرنا مسحات وخدينا عينات عشوائية من السائل متاع العين لبعض الحالات، ودرنا مزرعة بكتيرية ودرنا تحليل للفيروسات والبكتيريا والفطريات، وزملائنا في هيئة الرقابة الإدارية كانوا معنا واخدوا الدواء ودروا له تحليل. الحمد لله النتائج كلها طلعت كويسة، ما فيش أي نمو لأي نوع من البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات، وما فيش تلوث في حجرات العمليات، والسائل اللي اخدوه من العين ما فيش أي نوع من التلوث، والتقرير اللي جانا من الرقابة الدوائية إن الدواء صالح للاستعمال الإنساني وإن هو سليم ما فيش أي مشكلة. فالأطباء اللي موجودين في اللجنة العلمية والمتخصصين في شبكية العين شخصوا الحالات على إنها تحسس، حالة تحسس تصير لأي دواء يعالج الحالات المزمنة أو الأمراض المزمنة. وتم علاج الحالات، هم 14 حالة تم علاجهم بمادة الكورتيزون، وطبعا الحمد لله تماثلوا للشفاء كلهم، وطبعا طلعوا من المستشفى وهم بحالة جيدة ونتابعوا فيهم عن قرب. احنا بدينا اول حاجة خلينا نقسم الاحتمالات، بدينا بمضادات حيوية مركزة، وبعدين لما طلعت نتيجة انه هو التحسس بدينا في مادة الكورتيزون. الحمد لله الحالات تعافت ومشت الامور كويس. هي كانت حالات بين خفيفة متوسطة، الحالات الخفيفة بردت بسرعة وطلعت، والحالات المتوسطة عطلت شوي في المستشفى وبعدين درنا لها خروج، ولكن المراجعات تكون بشكل متقارب.
المستشفى اعتبر ما صدر من أخبار عن تسببهم في إصابات بفقدان البصر لبعض المرضى مجرد شائعات، كان وراءها بعض الزملاء ليقطعوا شكوكاً اتهم بها القطاع العام. أنا مستغربة أن يتم المحاربة من زملاء في المهنة. يبقى الأهم من نشر أخبار زائفة العمل على تحسين جودة الخدمات الطبية في القطاعين العام والخاص ومراعاة صحة المرضى.